أهلا وسهلا بكم، فيديو جديد وشرح جديد. معكم الأستاذ سلمان. لأول مرة يشوف القناة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، هكذا بيصل كل جديد على قناتي. واللي مشتركين في القناة نقول لكم مرحبا بكم، القناة قناتكم. اليوم راح نشوفوا مع بعض حل هذا الموضوع في اللغة الإنجليزية. إذا تابعوا الفيديو الأخير أكيد راح تستفادوا وراح يعاونكم في المراجعة للفروض والامتحانات. نبدأ مع بعض في قراءة النص. هذا النص خاص بتلاميذ سنة ثانية متوسط لغة إنجليزية. The text: Last weekend, Sarah's husband Mark went to the supermarket to do the weekly shopping. يعني في نهاية الأسبوع، عفوا في الأسبوع، نهاية الأسبوع الماضي، زوج سارة مارك، اسمه مارك، ذهب إلى السوبرماركت للقيام بالمشتريات الأسبوعية. Before he left, قبل أن يذهب, his wife made sure she gave him the long list of groceries he had to buy. يعني هنا هذه تجي his wife، okay؟ زوجته قامت بإعطائه قائمة طويلة من المشتريات لكي يشتريها، okay؟ If he doesn't have a list، إذا لم يأخذ معه القائمة، he will end up forgetting to buy a lot of things. يعني سينتهي به المطاف بنسيان الكثير من الأشياء، يعني ينسى حوايج بزاف ما يشريهمش إذا ما ياخذش معه shopping list. Okay. Once he arrived at the supermarket، عندما وصل إلى supermarket، he parked the car. يعني هنا صف ركن سيارته، يعني هنا يا جار الطوموبيل تاعو في الباركينج. took a shopping cart، يعني اخذ هذيك السله العربه تاع السوبر ماركت، اوكي راح تظهر لكم في الصوره. and started shopping straight away، يعني وذهب وبدا مباشره في التسوق. the first things on the list was a head of lettuce، يعني اول حاجه كانت في القائمة، أول شيء كان في القائمة هو a head of lettuce، يعني خس، أوكي، رأس خس. a bunch of carrots، حزمة من الجزر. a cluster of grapes، يعني اللي هنا عنقود من العنب. a tin of tomatoes and a bag pasta. a tin of tomatoes، يعني علبة طماطم، حطيتها لكم في الصورة. and a bag pasta، يعني كيس من الباستا، كيس من العجائن. then he went looking for two packets of cereals، يعني ثم ذهب للبحث على اثنين علب تاع cereals، okay؟ cereals هما الحبوب الجافة، هما الحبوب الجافة اللي نفطروا بهم، كورن فليكس. a jar of strawberry jam، يعني قارورة هذيك تاع علبة زجاجية تاع معجون الستروبيري، هي الفراولة، معجون الفراولة strawberry jam. and a tray of eggs، tray of eggs، بلاطو تاع بيض، حيظهر لكم كذلك في الصورة. then he went over the fridge، يعني ذهب إلى ناحية الثلاجات. and picked up a slice of Swiss cheese، يعني وأخذ قطعة، شريحة، هنا سلايس، شريحة ولا قطعة من سويس تشيز. سويس تشيز يعني جبن سويسري. a stick of butter، يعني هنا أخذ زبدة. and a tube of fresh cream، هنا علبة من الكريمة الطازجة، لا كريم فريش. he remembered that they needed a bottle of olive oil. هنا ثم هو تذكر أنهم يحتاجوا إلى قارورة زيت زيتون. and three bars of soap، يعني وثلاث قوالب من الصابون. after feeling thirsty، بعد أن شعر بالعطش، he picked up a few cans of soda، يعني أخذ من الكانات تاع المشروبات الغازية. and a carton of orange juice، هنا هنا و
علب وعلبة من علبة كرتونية تاع العصير البرتقال. Looking at the list once again, يعني نظر مرة أخرى إلى القائمة. He still needed to pick up a packet of cookies for tea. يعني نظر مرة أخرى إلى القائمة، ما زال يحتاج إلى علبة من الكوكيز لشرب الشاي. And a nice loaf of bread. هنا ورغيف من الخبز. A tube of toothpaste. يعني هنا tube تاع معجون الأسنان. And a bottle of shampoo. قارورة شامبو. Once he finished, he left a bit hang. He felt a bit. He felt شعر a bit hungry. شعر بالجوع. شعر قليلا بالجوع. So he chose a bar of chocolate. إذا اختار لوح من الشوكولا، طبلة الشوكولا. And a packet of crisps. crisps هنا علبة. packet of crisps علبة من المقرمشات مثلا كما chips. To eat on the way home. لتناولها في طريقه إلى المنزل. هنا نكون وصلنا، قرينا النص تاعنا، التكست تاعنا، وفهمناه، نقدروا نجاوبوا على باقي الأسئلة. Part 1 الجزء الأول. Reading comprehension. أسئلة فهم النص. Read the text carefully and do the following tasks. اقرأ النص بتمعن وأنجز التمارين التالية. Task 1 التمرين الأول. I choose the correct letter A, B, C. يعني أنا أختار الحرف الصحيح A ولا B أو C. Mark went shopping. Mark ذهب إلى للتسوق. By car يعني بالسيارة. By bus بالحافلة. On foot على مشي على الأقدام. هنا وش نديرو؟ إذا تشفوا في التكست لاحظوا عندنا هنايا. Once he arrived at supermarket, he parked the car. يعني هنا لاحظوا صفى ركن السيارة. اوكي هنايا حط السيارة تاعو في البارك. اوكي السيارة تاعو في البارك. اذا راهو ذهب مارك ذهب بالسيارة. اذا راح تكون الإجابة هي Mark went shopping by car. Okay, هنا نحط الحرف A لأنه اخترنا هذه. He bought a head off. هو اشترى رأس من ماذا؟ He bought a head off. Cauliflower, lettuce ولا cabbage. Okay, هنا يا cauliflower يعني الشوفلور. هنا يا lettuce هو الخس. Cabbage هنا يا الكرنب. اوكي اذا شفنا في النص اذا تشوفوا شوفوا الشراء. هاي the first things on the list was a head of lettuce. هنا رصة خس. اوكي رصة سلطة. اوكي راح نقول هنا يا he bought a head of lettuce. B اختاروا B. He picked up a bottle of يعني هو اخذ قارورة من water هي الماء. lemonade يعني ليمون مش عصير ليمون. هنا shampoo هي shampoo. دائما بالرجوع للنص لاحظوا هنا يا. he still needed to pick up a packet of cookies for tea and nice loaf of bread, a tube of toothpaste and a bottle of shampoo. Okay, a bottle of shampoo. هنا راح نختاروا شامبو. اذا نديروا هنا نقولوا he picked up a bottle of shampoo. C اختاروا الحرف C. تقلو تاسك 1. هنا تاسك 2. I read the text. تمرين تاني. I read the text and answer by true or false. أنا أقرأ النص وأجيب بصحيح أو خطأ.
Mark went to the supermarket last weekend. يعني مارك ذهب إلى السوبرماركت الأسبوع الماضي. دائما قرأوا العبارة ونروح نشوفوا في النص إذا كانت صحيحة أو خاطئة. لاحظوا last weekend Sarah's husband يعني زوج سارة اللي هو مارك went to the supermarket. okay last weekend إذن هذه العبارة هتكون صحيحة true. He used a shopping basket to put groceries. يعني هو استعمل سلة للتسوق به يوضع المشتريات تاعو. اوكي شوفوا في التكست لاحظوا هنايا شوفوا واش عندنا في التكست عندنا once he arrived at the supermarket he parked the car took a shopping cart. اوكي shopping cart يعني خدا shopping cart. اوكي باه يحط فيه المشتريات تاعو. هذا استعمل هنايا الشاريو باه يدير باه يحط المشتريات تاعو. اذا راح تكون هذه العباره ما عندهاش باسكت دا الشاريو باه يحط ما عندهاش سله. اوكي اذا راح تكون فولس. He bought a jar of honey. هو اشترى قاروره من علبه والعلبه هذيك العلبه الزجاجيه jar of honey علبة زجاجية العسل. شوفوا في التكست شوفوا عندنا في التكست وش كاين هاي عندنا then he went looking for two packets of cereals a jar of strawberry jam a jar of strawberry jam strawberry jam ماشي هنايا معجون فراولة ماشي ماشي عسل. اوكي هاني معناتها عسل اذا تكون هذه العبارة خاطئة false. He was thirsty. هو كان عطشان. So he picked up a bottle of water. هو كان عطشان إذا أخذ قارورة ماء. شوفوا في التكست شوفوا وش عندنا في التكست هنا looking for the list again. Hi. After feeling thirsty يعني بعد أن شعر بالعطش He picked up a few cans of soda. Okay. He picked up a few cans of soda. هنا أخذ ديكانات تاع صودا تاع المشروبات ماشي قارورة تاع الماء. إذا راح تكون هنا هذه خاطئة. هنا false. Okay. ننتقل مع بعض التمرين الثالث task 3. I sort groceries from the text. And write it under the picture. يعني استخرج هذه المشتريات من النص واكتب تحت كل صورة تحت الصورة. اوكي هني اعطانا هنايا هذه المشتريات هذه الاغذية هذه كامل مذكورة في النص اذا نستخرجها. هذا العنب نعرفه باللي اسمه grapes. اوكي راح نستخرج من النص دائما نرجع للنص grapes. اوكي هاي grapes grapes هو العنب. اوكي هنايا راح نكتب grapes عنب هذه بيض eggs. اوكي عندي eggs لهنا مذكورة في النص. اوكي هاي eggs هنايا راح نكتب eggs هذا زيت زيتون olive oil olive oil هاي عندنا olive oil. okay a bottle of olive oil قارورة من زيت زيتون olive زيتون oil زيت زيتون olive oil هذا خبز bread اللغة الإنجليزية bread. okay هي عندنا bread هذه هي bread loaf of bread رغيف من الخبز هيكون نكتب bread. okay نبدأ مع بعض في هذا الجزء الجزء B mastery of language جزء خاص بقواعد اللغة task 1 التمرين الأول I classify the following items in the table below
يعني أصنف العناصر التالية في الجدول أدناه، يعني في هذا الجدول. إذا تلاحظوا أعطاني هذه الكلمات هي عناصر غذائية، نصنفها هنايا في هذا الجدول. الجدول فيه خانتين، الخانة هذه فيها countable nouns. countable nouns هما الأسماء المعدودة، uncountable nouns uncountable nouns هما الأسماء الغير معدودة. نبدأ بالكلمة الأولى tomatoes. tomatoes معناتها طماطم. okay tomatoes هي هتكون countable، نحطها لهنا في countable nouns. علاه؟ لأنه tomatoes نقدروا نحسبها 1 tomato 2 tomatoes 3 tomatoes. okay cereals، cereals هتكون countable، كذلك نفس الشيء countable nouns. في countable nouns اسم معدود. juice عصير، juice نديروها uncountable nouns، نحطها في uncountable nouns عصير. okay هو اسم غير معدود، نعبر عليه بالكمية. eggs، eggs بيض، نديروها في countable nouns، يعني one egg two eggs three eggs. okay هو اسم معدود. task 2 I complete with، انا اكمل ب many، عرفنا وقت نستعملو many much. many نستعملوها قبل الاسماء المعدودة و much نستعملوها قبل الاسماء غير المعدودة. okay هنا ايضا راح نشوف الاسم هذا ونشوف إذا كان countable راح نحط many، إذا كان uncountable راح ندير much. okay how قول how much ولا how many. هنا bars of soap do you want، bars of soap do you want، هنا كم عدد ألواح الصابون، قوالب الصابون تريد. okay bars of soap، هنا bars هو countable noun، إذن راح نقول how many. How many bars of soap do you want؟ عندي oil. oil do you need؟ زيت تحتاج. كم كمية زيت تحتاج؟ إذا هنا راح نسأل على الكمية وليس العدد. هنا يا how many كم عدد، هنا how much يعني كم كمية. okay عندي oil هو uncountable noun، زيت هو اسم غير معدود، إذا راح نقول how much oil do you need؟ يعني كم كمية الزيت تحتاج. task 3 تمين ثالث I look at the example given and match each word with the corresponding picture. يعني هنا نشوف مع هذا المثال اللي أعطوني هذا، شوفوا لاحظوا المثال هذا a bar of، هنا هذه chocolate يعني لوح من الشوكولا. okay هنا راح نربط كل كلمة بهذا بصورة المناسبة كما هذا المثال a bar of chocolate. هنا نقول a slice of يعني شريحة ولا قطعة من ماذا؟ عندي هنا يا sardines، هنا يا سويس تشيز جبن سويسري، هنا جبن، هنا يا عنا honey، هنا يا chocolate، وهذه milk okay حليب، هنا يا عسل. نقول a slice of cheese، slice of cheese شريحة جبن ولا قطعة جبن. a tin of، a tin of sardines. okay a tin of sardines ولا كنت عود عنا هنا يا طن تونة، حندير a tin of tuna. okay نفس الشيء. عندي a jar of، a jar of honey، a jar of honey هذه هي jar. okay of honey عسل. عندنا a carton of يعني علبة كرتون من الحليب. okay a carton of milk. part 2 هذا الجزء الثاني write an expression، يعني هنا كتابة الوضعية. I complete the following dialogue with write word from the box below. يعني أنا أكمل هذا الحوار انطلاقا من هذه الكلمات الموجودة في هذا الإطار. okay
عندي dialogue يعني حوار بين Mark and Sarah. Okay, بين Mark and Sarah. شوفوا هنا مارك شو يقول. Do we have, هنا يسأل, milk left؟ هل لدينا حليب متبقي؟ إذن مدام هنا سؤال إذن نحن نقول any. Okay, do we have any milk left؟ يعني هل لدينا أي حليب متبقي؟ هنا يسأل مارك في سارة. Okay, سارة هي زوجة مارك. سارة وش تجاوب؟ Yes, نعم. There is some. Yes, there is some. نعم يوجد البعض. مارك يسأل how، يعني يسأل على الحليب، كمية الحليب. إذا وش يقول؟ يقول how much. Okay, how much، كم الكمية؟ سارة تجاوبه two cartons، يعني اثنين علب كرتون من الحليب. We don't need more than that، لا نحتاج أكثر من هذا. What about meat؟ مارك يسأل ماذا عن اللحم؟ سارة جاوبته there is. Okay، قولوا there is، there isn't، هنا تكون منفية. There isn't any، we need 2 kilos at least. Okay، there is not any، لا يوجد أي لحم. هو سأل على اللحم، قلت له لا يوجد أي لحم. We need 2 kilos at least، يعني نحتاج 2 كيلو على الأقل. Mark يسأل and eggs، والبيض. How، إذن راح يسأل على البيض، راح يقول كم العدد البيض. Okay، راح يقول how many، how many، استعملوا how many. كتبوا لنا eggs مثلا كما هنا countable noun، راح نقول how many. جواب 2 Sarah، there is in it in the fridge. Okay، and it's good. There is lots of، there is lots of it in the fridge، يعني يوجد الكثير منها، من يعني يوجد الكثير من البيض. There is lots of it، lots of it in the fridge. هنا هذه الكتابة راح تكون بهذا الشكل، هنا فقط خطأ في الكتابة. إذن هنا تقول سارة there is lots of it in the fridge، يوجد الكثير منها في الثلاجة. وهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. تابعوني دائما وخليوا لي تعليقاتكم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. نقول لكم سلام.